أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: الأحاديث التي جاءت في بشارة الصحابة رضي الله عنهم بالجنة بأعيانهم، هل هي خاصة بمن عينوا بهذا الحديث، أم أن الصحابة كلهم في الجنة على جهة العموم؟ يرجى لهم أنهم كلهم في الجنة، لكن اللي عينهم الرسول وبشرهم يمتازون على غيرهم. العشرة بشرون بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس، هؤلاء لهم ميزة على غيرهم بلا شك، هذا من فضائلهم أنهم مبشرون بالجنة. نعم.